مصلحتي بالعمار، تركنا العمار ما تم شغل البلد، جينا عم عمل الصهر نشتغل الشي صح لنا. كل ما نتقدم شوي تعلمنا المصلحة، بس عدت علينا أيام يطلع لنا شيء بآلات حديد، يطلع بأذن وصخ، يطلع بأذن طلق، طقوا علينا بطرشوا علينا حديد. أحيانا إيه بتعدي علينا، إيه مصلحة فيها مشكل ملون، الله أعلم شو بصير معك بالمصلحة. صار من سنين بشتغل بمصلحة هاي. أول ما اشتغلت اشتغلت على الطوناج، قدم طوناج للفرن. أول ما اشتغلت سكر صدري بدخنة بدخنة. والحمد لله تمكنا على الصواة، يعني صرنا خلص حالنا بالشغل. وجبرنا اشتغل بالمصلحة هاي. أنا اليوم كل شيء غالي وفي كثير مصالح، بس اليوم أجوا ميتة. أجوا ميتة اليوم، يعني المصلحة هاي فان تابة بس أجوا كويسة عنا هون. الشغل والله 150 200 حسب الشغل. بيجينا سياره فيها مزيبه بجرح ايداي، وشغلها وقت متعب شوي. بيجينا سياره او كياس مفضي، بعزل بالات بطبق، اوقات بتعلق بالكنزه بتشق الكنزه. هذا الشغل الحمد لله مختار شوي.